أمي فتوح، بسم الله الرحمن الرحيم. معك طه أمي فتوح، لاعب ديال الأنوار سبنور. حنا كنا دابا في التدريب ديال الفرقة. غدا إن شاء الله عندنا مباراة ضد نهضة الزمامرة، مباراة ودية. حنا فرقة غدا مزيان، الفرقة الكبيرة الحمد لله آخر ماتش ربحو، وغادي إن شاء الله بشوية بشوية بش إن شاء الله يضمنوا البقاء في القسم هوات. الحمد لله. كنشكروا جميع الاطر ديال الفريق، من بدايه من السيد كوتش سعيد الرافيلي، الكوتش عبد العزيز، السيد ياسين كشكوشه، وكن كابيتان ديالنا شروان، لاعب المحترم ديالنا. جميع الاطر ديال الفرقه كيعطيونا جميع المساعدات، كيعطيونا نصائح كبيره باش نطوروا ونزيدوا من المهارات ديالنا، ونكونوا ان شاء الله لاعبين علاش لا لعاب كبار في بطولة برو. قارنا حنا مع الفرق الاخرين كجمعيه الدفاع الحسني الجديدي وشباب رياضي السالمي ونهضة 16، عندهم مكونات، عندهم جميع المساعدات، عندهم اي حاجه كتخليهم يكونوا مزيانين. الحمد لله لعبنا ضدهم جميع المقابلات، لعبنا مقابلات جيده. اخر مقابله ضد الدفاع راه الحمد لله تمكنا عليهم، فزنا عليهم نتيجة كبيرة اللي يسل واحد، والحمد لله هادشي كيخلينا من هنا نزيدو قدام ونطورو من راسنا. شفنا مقابلات خارج الميدان لداخل الميدان زوينة، كنلعبو لعب نقي، كورة زوينة في جميع الفرق اللي لعبنا ضدهم. تقريبا كنا فوقين عليهم لا بدنيا لا تكتيكيا. والفريق آخر مقابلة لعبنا ضد فاش حسيت بالنور الحمد لله ربحناه في الديربي بلاش الواحد، نتيجة وآداء.